انضم معنا كذلك من الدمام المستشار الاقتصادي فضل البوعينين. أهلا بك أستاذ فضل معنا. كانت هناك تأكيدات على تعزيز التعاون الاقتصادي ووصولا إلى الوحدة الاقتصادية. ما هي الخطوات المقبلة لدول الخليج في هذا الطريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سقف التوقعات كان أعلى حقيقة من المخرجات، ولكن عندما نركز على التكامل الاقتصادي نعود إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الدورة السابقة وتأكيده على أهمية التكامل الاقتصادي والأمني والعسكري بما يحقق أو يضع الجسر الذي يوصلنا إلى الاتحاد الخليجي مستقبلا. حتى اليوم أعتقد أننا في أمس الحاجة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي من خلاله يمكن أن يكون هناك تكاملا أيضا أمنيا سياسيا للوصول إلى الهدف الأسمى وهو الاتحاد الخليجي. هناك بعض الملفات التي كان من المفترض أن تستكمل، أعتقد أنها لم تستكمل بعد فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، وهذا أمر غاية في الأهمية. أتمنى من أمانة المجلس أن تعجل في هذا الجانب، وأتمنى أيضا من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الخليجي أن يكون له دور أكبر في استكمال الملفات التي تحقق التكامل الاقتصادي الذي يصبو إليه الخليج. أستاذ فضل، ما هو دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في تسريع خطوات الوحدة الاقتصادية الخليجية برأيك؟ أنا متفائل حقيقة بإنشاء هذه الهيئة، والسبب أن مجلس الشؤون أمانة المجلس لا تستطيع أن تتحمل كل هذه الملفات وأن تنجزها في الوقت المحدد، وبالتالي نجد أن هناك حتى الملفات الاقتصادية نجد أن اجتماع الوزراء المعنيين يكاد يكون بفترات متباعدة، وبالتالي لا يمكن إنجاز مثل هذه الملفات بخطوات متسارعة ومدة زمنية قصيرة. ربما يكون لهذا المجلس الجديد دورا أكبر في تفعيل هذه القرارات، إنجازها في وقتها المحدد، اختصار الوقت، إضافة إلى أخذ الموافقات متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك، بما يساعد على تحقيق هذه الأهداف. النقطة الأخيرة، التكامل الاقتصادي هو ما يمكن أن يحقق التنمية الحقيقية في دول الخليج وأن يحدث تغييرا تنمويا في جميع دول الخليج وليس الدول القادرة على البذل والعطاء. نعم، قمة الخليج أكدت دعم ربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات. ما انعكاسات ذلك على الاستثمار بين دول المجلس؟ طبعا ثلاث ملفات أساسية تم إنجازها، وبعض وملف آخر تم التأكيد على إنجازه في موعده المحدد، ومنه سكة الحديد. هذه السكة إذا ما تم إنجاز خط الحديد في وقته المحدد فسيكون هناك تقدما كبيرا في تدفق التجارة البينية بين دول الخليج. ستساعد هذه السكة على تحقيق الدعم اللوجستي في الجوانب الأمنية والعسكرية وليست التجارية والاقتصادية فحسب، لذا يجب أن ندفع نحو تنفيذ هذا الخط في وقته المحدد. هناك ملف مهم أيضا فيما يتعلق اقتصادي، أيضا فيما يتعلق بتحقيق الربط بين أنظمة المدفوعات في دول الخليج، وهذا إن تحقق سيكون نقلة نوعية في إجراء المدفوعات بين دول الخليج بشكل آمن. هناك ملف الغش التجاري، وهذا تحول إلى نظام قانون، وهذا أيضا غاية في الأهمية، إضافة إلى الملف الأخير وهو ما يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية، وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة للقطاعات المالية. مدى قوة الاقتصاد الخليجي وتأثيره على الاقتصاد العالمي؟ دول الخليج ككتلة تستطيع أن تؤثر بشكل أكبر في الاقتصادات العالمية متى ما تحركت ككتلة واحدة. اليوم للأسف الشديد هي تتحرك كدول مستقلة، وبالتالي لكل دولة تأثير معين في مجال محدد، ولكن عندما تتكتل هذه الدول ويصبح لدينا تكتلا اقتصاديا متكاملا وقرارا سياسيا اقتصاديا متكاملا فسيكون تأثيرها أكبر. ولعلي أشير هنا إلى
التغير الأخير الذي حدث في اتفاق أوبك، كيف استطاعت دول الخليج المنتجة عندما توحد القراران السياسي والاقتصادي، كيف تمكنوا من تحقيق الهدف الذي يصبون إليه جميعا؟ لك أن تتخيل هذا التأثير في جميع القطاعات الاقتصادية. اليوم المملكة المتحدة على سبيل المثال هي حاضرة في القمة، في قمة البحرين. نحن نعلم أن هناك ترتيبات خروج للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هي في أمس الحاجة أن تكون لها شراكات أخرى مع دول مهمة كدول الخليج. نحن نحتاج إلى أن نقتنص هذه الفرصة، ولكن أن تقوم على مبادئ وقرارات واتفاقيات مشتركة لا على أمنيات ووعود. أشكرك، كنت معنا من الدمام المستشار الاقتصادي فيصل بوعينين، أو فضل عفوا، شكرا جزيلا لك أستاذ فضل.